يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعت من بعض أهل العلم يقول إن لفظة الكفر إذا وقعت في الكتاب والسنة معرفة فالمراد الكفر المخرج من الملة، وإن وقعت منكرة فهي كفر دون كفر، فهل هذا صحيح؟ هذا كلام أهل العلم، نعم، إن الكفر المعرف هذا معناه الكفر الأكبر، مثل بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، الكفر باللام بالألف واللام معرف، هذا الكفر الأكبر. وأما إذا جاء نكرة غير معرف فهو الكفر الأصغر. نعم، مثل لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رجلا، هذا كفر أصغر. مثل اثنتان خلتان في الناس هما بهم كفر، طعن في الأنساب والفخر الأحساب، هذا أيضا كفر أصغر. نعم، إذا جاء نكرة فهو كفر أصغر، إذا جاء معرفا فهو الأكبر. نعم،